اهلا وفرصة سعيدة. انا عبد الله الضويحي اعلامي من السعودية. بسم الله، ما في شك، انا اعتقد انه هذا المونديال بالذات مونديال القطري في قطر، اذا كانت قطر هي المستضيفة للمونديال وهي المنظمة له وهي تقدم نفسها نظريا، الواقع ان قطر وهي تنظم هذا الاولمبياد انما تنظمه ليس فقط باسم قطر، باسم الخليج، باسم العرب، باسم المسلمين كافة. هي أول دولة في المنطقة في الشرق الأوسط، أول دولة إسلامية تحظى بهذا الشرف. كنا نتمنى المغرب طبعا من زمان خسرت بالصوت أمام جنوب أفريقيا، لكن كل الدول العربية واحد بإذن الله. أنا أعتقد أن قطر الآن من خلال ما شاهدنا وعلى مدى 10 أو 12 سنة الماضية أعطت قطر الفرصة بأنها تستعد استعداد جيد. أنا حضرت كأس عالم أكثر من مرة وحضرت أولمبياد، أنا أعتقد أنه مثل هذا التنظيم هو تنظيم مميز. المركز الإعلامي مركز مميز جدا بخدماته، بخدمات اللوجستية، ولذلك نتفائل بإذن الله بأن قطر ستقدم مونديال القرن. إحنا هي في 4 منتخبات عربية وكنا نتمنى أن تكون أكثر. طبعا هي مشكلة يبدو لي أنه طريقة التصفيات في أفريقيا تحرم بعض المنتخبات الجديرة بأنها تصل، يعني الجزائر خسرت مثلا بركلة الترجيح، مصر خسرت، وهي منتخبات مؤهلة وجيدة، لكن الموجودين في مباركة تونس والمغرب وهنا من السعودية وقطر. ونتمنى والله بإذن الله للمنتخبات العربية أنها تحقق نتائج، أن لا تكون هي فقط على الهامش كما في الدورات الماضية. يعني قليل جدا للمنتخبات العربية اللي وصلت إلى مرحلة ثانية، الجزائر والسعودية والمغرب، وإحنا نتمنى في المرات القادمة أن تتجاوز أيضا المرحلة الثالثة لمرحلة أكثر تقدما. والأداء المغربي هو من الفرق المرشحة أنها تتجاوز دوري 16 إلى المرحلة القادمة. أداء المنتخب المغربي أداء جيد، عنده لاعبين محترفين في أوروبا، وهذا يساعد المنتخب المغربي بالفعل على أنه ينجح ويقدم كرة جيدة. السنة الأخيرة أتمنى للمنتخبات العربية كلها التوفيق مثل ما قلت، وأتمنى دائما أن الكرة العربية تكون في المقدمة وأن نتجاوز مرحلة المجموعات إلى مراحل أكثر تقدما. حنان اليوسفي إعلامية في شركة مشارب العقارية، وهي المنطقة اللي احنا فيها حاليا. يعني مشارب العقارية حاليا كتهتم بكل ما هو مستدام وكتحاول ما أمكن أنها تخلي مساحة كبيرة ومساحة مستضيفة للناس اللي جاي من برا والناس اللي موجودين هنا. أنا صراحة فخورة أو جدا جدا فخورة أنني كنت سبب في هذه التنظيمات بشكل من الأشكال. الحماس اللي كاين في برات المكان أو في المناطق المتعددة في قطر كتخليك فعليا تكون براود أن كأس العالم جرى في دولة عربية مثل قطر. تنظيمات اللي صارت حاليا أو اللي باقة ممتدة، افتتاح الفان زون، أكثر من 4 فان زون في قطر، 8 اللي هو ستاديومز في مختلف مناطق قطر، أشياء كتفرح. وفي نفس الوقت كيف ما أنت شفتي، أظن أنك جيتي اليوم وتنظيم رائع، استضافة رائعة، يعني حتى there is a lot of free things you can do. كيفاش كتشوفي انت الفرق العربية؟ المغرب صراحة هو اللي غيفوز. ما كاينش. لا صراحة كنتمنى العنابي للأمانة الفريق القطري والفريق المغربي يكونوا على الأقل في الدوري الثاني، وكنتمنى الحظ للجميع يا رب.
رسالتك المغاربة ورسالتك. يا ربي نفوزوا يا ربي تكون لايك اللاعب مشرف سواء فزنا ولا خسرنا، حقيقة يكفي أننا وصلنا لمرحلة جدا ممتازة وهي مرحلة العالم كلها شافها كأس العالم. مصطفى هيلش صحفي بجريدة الكأس السعودية. إن قطر أدهشت العالم قبل بدء حتى المونديال، يعني الأيام اللي فاتت أبدت قطر استعداد كبير ونجاح كبير في التنظيم ما قبيل البداية الفعلية النهاردة إن شاء الله. قطر قادرة على الخروج بنسخة استثنائية من المونديال. مونديال العرب سيثبت للعالم كله إن العرب قادرين على استضافة كبريات الأحداث الرياضية. هنا في المركز الإعلامي للدولة المستضيفة يعني ما شاء الله تجهيزات متكاملة، ما فيش حاجة ناقصة. يعني قطر يعني قدمت الكثير للإعلاميين، تسهيلات في الدخول، بطاقة هيئة حتى للمشجعين العاديين. فقطر يعني إن شاء الله ستثبت للعالم جدارتها بتنظيم هذا الحدث. التوقعات ديك المنتخبات العربية إن شاء الله رب المنتخب المغربي يقدم مستوى جيد رغم صعوبة المجموعة اللي وقع فيها. طبعا منتخبنا طبعا السعودي بما أني شغال في السعودية، يعني إن شاء الله صعوبة المباراة الافتتاحية ضد الأرجنتين نخرج بنتيجة إيجابية إن شاء الله تدي الثقة للفريق للأخضر إن شاء الله، ويكون نعيد بقى سيناريو 94 إن شاء الله. إحنا بنعشق المغرب وإن شاء الله رب المغرب نشوفه في الدور الثاني مع السعودية وقطر وتونس إن شاء الله. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.